أهلا وسهلا. موضوع اليوم موضوع كل واحد مجوز، عملوا دراسة على المزوجين يلي إلهم 10 سنين مزوجين أقل شيء وعندهم ولدين. ومن الأسئلة إذا حدا منكم ندم على زواجه، 99% ندمني. شو هالزواج يعني؟ ليش اليوم بتلاقي معظم الناس يتزوجوا وندموا؟ لأنه الاختيار ما كان اختيار، اخترنا من الخارج. فكرنيها حب، قالت لا بعدك بتحبيه، قالت لا لا، قالت لا ليش إليك زمان بتحبيه، قالت لا لأني تجوزته. ودايما كل ما منطلق رجال، أي رجال أحلى؟ الأكس هازبند يلي طلقناه بس نتركه ببين حسناته، وكل ما تزوجنا بدنا نتزوج أكثر. شو السبب؟ ليه في طلاق؟ لأنه في زواج. سامحوني، الزواج نصف الدين إذا كان الرجل والمرأة يلي في محبة ومودة وصارت قليلة قاعدين مع بعضنا كرمال الأولاد، وأكثر كرمال الأحفاد، ويا ريت خلفنا الأحفاد قبل الأولاد. وأحلى عمر بالثمانين، بدنا شي 10 سنين ومنموت. لو منخلق بالثمانين دخلك ليش منبلش بالواحد؟ فإذا ما في زواج، في عرس وفي يوم عسل والباقي كله بصل. والزواج قال له ده بكلفك يا بابا، قال له بعدني عم بدفع. قاعدين مع بعضنا هيك، بيكون مع مرته عم بفكر بغيره وبيقول لي يا شيري يا حبيبتي، لأنه ناسي اسمها. وهي كمان اثنيننا الرجل والمرأة، لا هي امرأة ولا هو رجل، اثنيننا عم نشتغل تنطلع مصريات ونجيب لعب للولاد ونحطهم بالحضانة وبعدين بالمدرسة وبعدين بالجامعة. يقبرني ابني دخل من الجامعة وخلص وهلأ معه سيارة ومعه سيلولر بس ما عم بيلاقي شغل، كله بالطق صيت طق، وهذا الصيت. فإذا شو العمل؟ ما تتجوزوا. هلأ هيدا علم، وعلم طلع جديد بهالعالم من حوالي 100 سنة وركزوا عليه بس طلعت الحرب العالمية الأولى. زواج ممنوع على 100 سنة، 30-40%، وإذا تجوزنا ما تخلفوا. ما بقى بدنا أولاد في كتير بالأرض، حبوب أو وساطة أو منع الحمل، بيرث كنترول حول العالم. شوفوا الأخبار، في فيديو عنا إياه ببيت السلام اسمه المانيفستو، كل رؤساء جمهوريات العالم والحكام والملوك فضيحة، بفرجوك بالصور شو عم بيعملوا فلين وفلين أنا كله. وهودي انتو انا، هاي مرآتنا. ولادي كتير بالارض، السكان عم بزيد، الهند وقت العطيوة الحرية والاستقلال والكرامة والحقيقة مش من كرم اخلاقهم الانجليز ابدا، شافوهم عم بزيدوا كتير، منا بدنا نضلنا طعميهم. عطيوهم الحرية وقت ما هني طلبوها، وقت اللي حاربوا ما عطيوهم، قال له تعال روش باسرع وقت عطيهم استقلالهم لهالجماعة، بكيبان حق عليهم يا خي، اللي بدنا اياه اخذنا. الانجليز حكمت العالم هاي بالاستبداد وبالجهل، لأن نحن هيك. قال له في انت هيك؟ قال له لأنك انت هيك، كلنا انت هيك لبعضنا البعض. فإذا ما في زواج، في أنا ضجراني وأنا الضجران جوز البنت لها الصبي. قديما كان الزواج arranged marriages، يعني الأم والبي بيعرفوا فلانة وديك بيعرفوا بعضهم يحطون، كان فيها أقل عذاب وأقل طلاق. اليوم الزواج والعرس، ولو بتشوفوا اللبس وكيف توقف نهار العرس وكيف كلهم بتطلعوا علي عريانة، بتقولي الله وين هيك بالكنيسة بتفوت العروس عريانة، شوفوا هالتياب انه هيدا فن وهيدا ذوق وكل الناس بيتفرجوا عليها، وين الحرمة؟ وين الانتمسي؟ فكروا شو عم نشوف، شوفوا كيف الصور بالمجلات وبالجرايد، شوفوا العرس بالدين بدنا نتجوز بس تنفرج العالم نحن بنحب بعضنا. نحن بيحبوا بعضهم، ما في حدا لازم يعرف. الحب بالسر بالحميمية، انتمسي ما بعرف شو بالعربي، ما حدا لازم يعرف، هيدا سر هيدا خفر. كانت ما تقول، ما يقول انه مرتي حامل، ما بقى في خجل، ما بقى في حياة، ما بقى في خفر. وبدك ما يكون في طلاق، ما ابتدينا بالطلاق ومننتهي بالطلاق، ما في زواج. ومنخلف اولاد، ما بقى فينا نترك. ومنتزوج بالسر غيره، او منتجوز 4 وبنقول هيدا حلال، وان عدلتم فواحده ولن تعدلوا. ما بدنا نسمع. فاذا قديما ما كان في زواج.
وليك قايين وهبيل، كان في كبت بس بلش الكبت. قديما ما كان الجنس، كان مثل اللي رايح على المطعم، كان الحب غير النكاح، كان في حب ومودة وبعدين الرحمة، صلة الأرحام، ارحموا من في الأرض وترحم نفسك. اليوم مين عددهم أكثر دخلك بالبلد؟ فلان أو فلان، هالطائفة أو هالطائفة، يلا خلفه. ليك الحروب شيء طبيعي، أنه يصير في حروب وهزات وزلازل وبراكين لترى الناس أعمالها. البيت اللي فيه 15 ولد و17 ولد، ستنا أنا عندي 17 ولد بس كلهم من جوزة. عملت دورة بأمريكا عن الزواج، شو هو مارج وإذا في حب ولا 100% عندهم تعاسة وكذب ونفاق وما بيحبوا بعضهم ولا أولادهم. مرة واحدة بتحب جوزها، هو بيحبها، قالوا لأن مش مجوزين بس بيحبوا بعضهم وعندهم أولاد. هونيك الأم بتحطهم على اسمها، وبالحقيقة أنا بنت أم ابن أمك، يعني من بعد الموت كلنا أنثى، لأنه المرأة الصادقة هيدا ولدها بكون فيها صدق أكتر وطاقة أنثى بترتفع. كيف عرفوا هيك؟ خبرتكم، جبت قلت لهم اللي بدي اشترك بهالدورة، الرجال بيصور مرته عريانة بلا ما تعري، بتاخد بوزيت وحركات وانت كمان تاخدي له صور. وهيك اجوا في صور لابسين ثيابهم عارفين ومش عارفين، وفي صور عريانين بس مش عارفين. وكل ما قعدت مع كوب الرجال ومرته ثلاث ايام في اسئله واجوبه، وانه كيف بدنا نصلح هالزواج، كيف بدي ارجع اتزوج اليوم واعمل عرس جديد. وهيك كل ما رحنا نحن على عرس، حتى بعمري اذا رحت على عرس انا عم بتزوج نفسي، بشهد على هالعرس وانا كل الازواج من كل شيء ذكر وانثى فيي، حتى تكون مساراتي ذكر وانثى مزوجين بعضهم. سو لما اسالهم في الصوره اللي العريانه قصه، صورة جوزة مع غير صور، نقي جوزك والعين ظاهرة تقدر تعرف، ما تعرف لأنه هو عريان ما عم تهتم فيه. بس هي والتياب اللي بعرف من الجرافات، عرفت من الجاكيت لأنه هاي الجرافات كنت أخذتها لصاحبة تعرف فيها. كلهم ما حدا عرف، لا الرجال عرف مرته ولا المرأة عرفت جوزة. بعدين قعدوا، قعدنا ببركة كلن عريانين وأنا معهم بمي برحم. ما بقدر إلكن شو صار فيه استغفار وصار فيه بكي، وما حدا لام حدا ولا لاموا نفسهم. كل واحد عرف أنا الغلطان، ما بحب نفسي، ما بحب مرتي، ما بحب ولادي، هذا مش زواج. كل يوم في طلاق ومن عشية بنتزوج ومنقوم الصبح على الطلاق، خناقشة ومناقشة بكل لحظة بكل نفس في حياة وموت. مش مثل اللي راحت وقالت له أنا بدي أترك جوزي، قال له ليه؟ قالت له ما بيقول لي شيء، ما بيتخانق. وأنت قال له جوزك بدك تتركيه قاضي مهم كتير، قالت له إيه بيجي قاضي بالليل وبالنهار بيعيش مع قاضي. أنتوا شفتوا الأمير تشارلز؟ قالوا كنا دايما، قالت الليدي ديانا، كنا دايما ثلاثة بالفرشة، عشنا ثلاثة كل الوقت. شوفوا شو صار، يعني هاي مملكة، هيدا قدر وكارما، ليكوا أي زواج، ليكوا حياتهم، ليكوا الخلافات اللي عم بتصير، بتقولوا هودي ملوك. بشو ملك أنت؟ بما ملكت. فإذا كل يوم بدنا نتخانق أنا وياك، أنا والماما والبابا والتيتا وجده، وكلنا بدنا نتخانق. قولوا الكلمة ما تكتوها، قولا. قال على الطريق بنعرف رجال مع من مرته ومن صاحبته، لانه مع مرته ما بيحكي، بنعرف بالسياره انه مرته يا هي عم بتدخن او عم تاكل او هو عم بيحكي على السلولر وعم بيسوق، هيدا رجال ومراه. الرجال مع ابنه ما بيحكي، بس اثنين اغراب. هل في رجال صار عمره بالسبعين ومرته مثله؟ قال لها تعي نرجع نتذكر وقت كان عمرنا 16 وانت هيك 18 وكلنا بهالطعش وعطش، تعي نروح. قالت له ايه؟ قال لما نرجع بنروح نقعد تحت الشجره، مثل ما كنا نقعد. إيه؟ راح قعد تحت الشجره وصار ناطره ناطره بدها تجي، ما اجي. يا الله، نطر نطر. بعدين راح على البيت عند اهله،
وكان التلفزيون دق على الباب. قال لها ليه ما جيتي؟ قالت له بيي ما خليني. فاتت باللعبة، فاتت بالذكريات، فاتت بالحال. بعدها هونيك لازم نرجع نتذكر، كل ما حضرنا عرس نتذكر العرس اللي عشناه والخلافات والخناقشات والمناقشات، وإلا لازم يكون في طلاق. أبغض الحلال. إذا بتحس حالك منك قادر، خذ القرار اليوم وبهاللحظة أنت وياها. حضرت عرس بأمريكا، حضرت العرس، ومن بعد 6 شهور قالوا لي في عرس كمان. قلت لها شو بكي أنت وجوزك؟ قالت لي ماما ريليس، عرس الفصل، عرس للطلاق، ريليس سيريموني، احتفال بالفصل. يا الله، ولقيت حقيقة. وقام البي العريس وبي العروس، يعني الأهل الاثنين، كل واحد قالوا له أنت بتضلي بنتنا لو انفصلت عن ابننا، وقال له أنت بتضل ابننا لو انفصلت عن بنتنا. وصار عرس، وكل واحد منا صار يراجع نفسه. قلت له 6 شهور. تذكرت في أميرة مهمة كثير بقلبي، قال له جوزة بيا إلك 20 يوم مجوزة، انطري شوي، بعد له بدي طلي. قالت له اللي شفتهم بعشرين يوم شفتهم بعشرين سنة، كأنهم 20 سنة. ونجحت بطلاقها بمعاملتها مع الناس، أم المظلومين اسمها، مزرعة الدرويش، عفيها. أخذت قرار بعد 20 يوم. في ناس من أول يوم تاني يوم وقع الطلاق. واليوم في كتير زواج عم بيصير هنه عارفين انه فاشل، بس ارضاء المجتمع والناس. كون صادق مع نفسك، اذا ما خلقت حتى تتزوج ما تتزوج لترضي الناس. خليك مثل ما انت وعيش حياتك بدون ما تحس بذنب او تقولي انت ابني شاذ وابني او بنتي او انت بايسكشوال. لا، رح يكون في تعاسي بالبيت حتى لو كنت بايسكشوال وخلفت من مرتك، ومرتك عارفة. لو كنتوا عم تحكوا في كتير ناس تزوجوا هني هيتروسيكشوال، يعني رجل مع رجل والرجل مع الامرأة، بايسيكشوال، مختلفين وبيجيبوا أولاد، بس البيت في تعاسة. هيدا زواج فاصل. الزواج نصف الدين. إذا تنيناتنا كنا مع بعضنا وعايشنا بعضنا وسيكننا بعضنا وعرفنا، وبعدين بعد الزواج بده يبين إشياء ماشي ما كانت قبل. كل يوم في اختراق واحترام، كل يوم في خناقشة ومناقشة، إن كانت قدام الأولاد أو وحدة بالأوضة. الأولاد قالت الماما ليش عم تتضاربوا؟ قال له هو قال لي قبل، قال لي دارلينج. بس الأم تقول لجوزة دارلينج حبيبي، يعني فوت على الأوضة لنتخانق أنا وياك. الأولاد بحسوا هيك. اليوم ما في زواج ولا مساكنة ولا سكينة ولا زواج متعة ولا نكاح، من الخوف قاعدين مع بعضنا. يلا لازم لازم يتجوز، ما ملاقى شغل ابني بس لازم نجوزه، هالبنت كبرت لازم تتجوز، ولازم نهار العرس يلا نفرح لك بعريس، مش بعروس، نفرح لك بعريس بعريس بعريس، لأنه الرجال بيجيب مصاري. ما في إلا البقرة بيحبوها أكثر من العجل، لأنه البقرة بتحلوب. شوفوا وين صرنا. كيف بده يكون في زواج وعيال وولاد؟ أول شيء بدنا فهم وعلم، ونفتكر ونفكر ونتأمل ونتذكر، ولازم يكون وسائل منع الحمل. تحديد الأسرة من حوالي 40 سنة يمكن أو 50 سنة بلبنان، تحديد الأسرة شو عملنا؟ صرنا أسرة، مش تحديد الأسرة، أسرة خليفة. الحمد لله أنا بس عندي 15 صبي، جبت بنتين بس 15 صبي. لا، لأنه الصبي بيروح بجيب. هلأ اليوم البنت اللي عم بتجيب فلتي 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 هالفلتة بهالفلتين، صارت هي عم بتدخل، صار في ردة فعل لأنه احتقرنا البنت. الله رجال، وديك أبو ابنه روح ادوس، وكلهم رجال وما في نسوان، ما إلا حق المرأة تكتب. كل البايبز رجال كتبوها وكل شيء رجال. لا، عرفت حالها. فإذا أنت اللي خلفتي، أنت أم ليسوع، أنت أم المسيح، وأنت سيدة نساء العالمين. ما في مساواة بين رجل وامرأة، عيب. الرجل رجل والامرأة امرأة، ما في اثنين مثل بعضهم، ما في شعرتين براسك مثل بعض.
نرجع نتعلم كلنا من أغلاط بعضنا، كلنا منغلط، من الفاتيكان إلى كل إنسان، من الأزهر إلى كل بذرة وكل عطر، جل من لا يخطئ. هون القوة. شوفوا فيديو برادر سان سيستر مون للقديس فرانسيس، هون عظمة الفاتيكان وعظمة البابا، أكبر عظمة في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية. هالقصة نزل الفاتيكان، نزل البابا بأمر من المسيح ومن قلبه، عنده طاعة للمسيح، طاعة المسيح، وقال له يا فرانسيس أنا مثلك كنت بدي كون يا خيي. إن شاء الله الفاتيكان اللي هلأ انتخب هالبابا جديد حقيقة يكون أبهون، يكون عنده هالبي وهالرحمة. إذا نحن منيح الفاتيكان منيح، لأنه مرآة إلنا. إذا أنا منيحة لأزهر منيح، إذا الأم بالبيت منيحة الزوج منيح، كل واحد هو يلعب الدور. أنا غلط بحق نفسي وبحق كل يلي إجوا بحياتي، ولكن لما ابتديت وصرت على الطريق وربي بيهديك إذا أنت بدك تهتدي. يلي ما عنده شيخ، شيخ الشيطان، مش ضروري شيخ بدأن، عم بقلكن ولا رابي ولا خوري ولا لا، مستنير، موجودين على الإنترنت، في منهم أحياء بالجسد ومنهم أحياء بالكتاب بالروح، ما في موت. اللي بيعرف ميتشو كوشي بتشوفه شو الميكروبايوتكس، مين هالإنسان هالمسيح الحي، عنده تلاميذ أحسن منه، المعلم المنيح، الأم المنيحة بتخلف أولاد أحسن منها. فإذا اللي اسمه زواج ومقدس وما جمعه الله، يعني هيك روح وحدة ساكنة بهالتنين، وقت الرجال عم بيطلع بمرته ما عم بيطلع بجسد، عم بيطلع عين بالعين مرآة المؤمن، اثنيناتهم عم بيطلعوا بالله. وقت اللي بيجي على البيت كان قديما الرجال بتحط المرأة هيك مي سخنة وتغسل له اجريه، هيك المسيح عم بيعمل كل يوم فينا، ياخد كل تعبه ويحطه بالبيت وتكون محضرت له الأكل. مش أنا خادمة إلك، شو أنا بدي أغسل لك إجريك؟ أنت ما عم بتغسلي له إجريك، أنت عم بتغسلي نفسك بإجريك. بدنا نبتدي من هالعلم تيكون فيها المودة والرحمة. في دورات كتير بعملها في أمريكا ما قبل الخطبة، إذا بدك تخطب، وبعدين ما قبل الزواج وما قبل التعارف، مش حي الله بنت وشاب يتعرفوا على بعضهم وخلاص، حبينا بعضنا على التشات يا مريم، بحبك كتير على الإنترنت، حبيت الشاشة مش حبيتها، إلا ما بعرف صورتها بس حبيت حبيتها كتير. انتبهوا، في مشعوذين كتير بيزوروكن بالطيف، وبصير في علاقة جنسية بجسد الطيف، بجسد الإثارة، هو ببلد وانت ببلد، خبرتكن انت وبنتك، هيدا اغتصاب أثيري، لازم تقعدوا تقروا Psychology of Esoterics، محطوطين بلا ما تشتروا الكتاب على موقع مريم نور أونلاين، بس ما فينا نترجم ونقرون بالإنجليزي، حاولنا الترجمة ما منقدر، كلمات كتير سرية وكتير إلى قدسية، لازم يعرف شباب اليوم بالإجمال، لازم تعرفوا أكتر من 2 و3 و4 لغات أجنبية بكل لسان إنسان، ومنصير نعلم بعضنا كل واحد أنا وعم بعلمك عم بتعلم، وقت اللي بعطيك عم باخد، giving is receiving. بس كل واحد منا يسأل حاله اليوم، حقيقة هالمرة بحبها مثل نفسي؟ ليش أنت بتحب نفسك؟ حب قريبك كنفسك، حب نفسك بالأول. بحب نفسي يعني بروح بسهر وبروح على الكازينو القمار عم تكره نفسك، مش عم بتحب نفسك. محبة النفس مهمة كتير، تعرف مني نفسك وتعرف مين حالك ومينك أنت، ومين يعني خليفة الله، شو جاي تعمل، شو دورك أنت. هون بدك تشوف، صعب ترضي المرأة. عندي قصة حلوة كتير، قالوا المرأة من أول طابق فاتوا على السوبر ماركت مكتوب علي على الباب، فوق في الرجال حلو كتير ولبسه حلو كتير، وطلعت على تاني طابق ولقيت بالتالت، هلأ رح تلاقي أجمل رجل هون في الطابق، هون رح تلاقي اللعب الرابع، هون رح تلاقي أجمل التياب، هون رح تلاقي الرابع، خامس، سادس، سابع، تامن، وصلت على الطابق العاشر ما في شي. إذا ما رضيت من أول خطوة ما رح ترضى، من الحب من أول نظرة، ما بقى في نظرة، نصير نطلع من مطرح لمطرح.
كل واحد منا بنقول الزواج أخذ وعطى، وهو يعطي وهي تأخذ. قال له دخلك كيف لقيت هالزواج؟ قال له يا خي مرتي قد ما طلعت بتعرف تصرف وبضلني مديون، حتى ما يقدر يصرف على غيره. هيدا لعبة تريك تيضل لحقها، ووقت اللي بيصرف كل الميل عليها ما بقى فيه يطلقها، ولو صرفت حياتي عليها أخذت لي كل مصرياتي، وهي إذا ما عملت هيك ما بتقدر تمسكه. جحي وقت اللي راح على الهند لقى الناس عم بيشتروا تشيلي هيك حر، هل قد بيشتروا قليل؟ قام هو معه مصاري اشترى كتير. جحي أول لحسة طيب، التاني بتقدر بلش عيني يبقوا حر، يا جحي يا جحي اعطيهم للناس ما فيك تاكل. وجحي صار يبكي وعيني بلقوا، قال لهم هلأ ما بقى عم باكل حر، عم باكل مصرياتي. وهيك الزواج اللي بيكلف والبيت اللي بيكلف والولاد اللي بيكلفوك ما بقى فيك تتخلى. قال تعتقد بعض النساء انه الزواج هو الفرصة الوحيدة للانتقام من الرجل. قال اذا تشاجروا اثنين على غنيمة تكون من نصيب الذئب الذي يأتي على صياحهما. اذا كلبين عم بيتخانقوا او اذا اثنين عم بيتخانقوا بيجوا الولاد وبيجوا الجيران وبيقشطوك كل شيء. في الزواج ليس هناك سوى يومين جميلين، يوم دخول القفص ويوم. إذا كنت تخشى الوحدة فلا تتزوج، لأنه ساعتها بدك تكون وحيد. قال له ليش عم تأكل بالمطعم؟ قال له لأنه مرتي ما بتطبخ. وأنت ليش؟ قال له لأنه بتطبخ. واحد راح على دار المجانين على العصفورية بنقول بلبنان، وصار هالطبيب يقول له ليش فلان هيك وليش فلان؟ ليش هيدا عم يبكي؟ قال له يا خي هيدك بيحب مرة اسمها لولو وبيبكي لأنه ما تجوزها. يا الله لا تزعل يا خي ما تجوزت. راح شوي لقى واحد عم يبكي، قال له ليش هيدا عم يبكي؟ قال له هيدا لأنه تجوز لولو. إذا أعطيت فقير سمكة تكون قد سددت جوعه ليوم واحد، وإذا أعطيته كيف علمته يصطاد سمك بتكون سديت جوعه كل الوقت، وإذا زوجته بتكون قبرته من وقت ما تزوج قفص الزواج. قال إذا قرر الرجل الزواج يكون آخر قرار يسمح له باتخاذه، يعني شاركت حريتك. إذا كان حقيقة أنت حر بتضلك حر، بس هيدا لأنه ما في وعي بالزواج. الواحد بس يتجوز بلبنان مهضومين بيقولوا زيدوا الحمير حمار، بصيروا هنوا بعضهم. أول أسبوع، تاني أسبوع، تالت أسبوع بتصير تغير التيابة، وبعدين بتغير الأندروير وبتلبس سترينج وتعمل حركات وتعمل إثارات وعملي لي رأس وعملي لي فيديو كليب، كله إثارات جنسية لأنك بعدك جنس ذكر أنت. كل واحد منا بيفكر انه هو ذكر عم بيتجوز، انتبهوا الحمار ذكر اكبر منك. اذا قصه ذكر وانثى لازم نعرف انه الزواج هو الانسان الضايع والتقى الضال. كنت ضايع عن حقيقه نفسك والتقيت فيها. ما تتطلع بوجهه وبشكله، اذا عم بتنقي شكل صاروا كلهم بيشبهوا بعضهم. اليوم بتروح عند المختار بلبنان تتعملي باسبور ما في لزوم تاخذي صورتك معك، حي الله صورة من أي جريدة وبيعمل لك باسبور. كلهم مثل بعضهم 99%. اللي ما بيقدر يتغير هو البصمات، مشان هيك ربي عرف قال له بدها تغير من خارة حواء، بدها تغير بدها تغير بدها تغير. قال الله إجا خلق آدم بالأول وهيك قال له آدم يا الله أنا تعبان وأنا ضجران، قال له رح أخلق إنساني بتحبك كتير وهيك، وخلق حواء. قصة حلوة كتير رمزية. أول يوم الثاني يوم ثالث يوم قال له يا الله عم بتقول إنه راسها بيوجعها، أو لك ليش تغري بصير راسها يوجعها ما بقى لها جلادته. خلق ذكية تتحمله وخلقها هو غشيم حتى يتجوزها. فإذا الزواج اللي عم بتشوفوه اليوم بينبنى بعرس وبحفلات وبسهرات ونعزم الناس ونقدم هدايا كمان، بس يخلق أول ولد بتشوفوا شو بنعمل بالعمادة، شو بنعمل بنت أو صبي، كيف بنوزع هدية، تنضل نذكر حالنا بهالمصيبة لأنها مصيبة. وإلا ما بدك زواج وما بدك هدية. قديما بس واحد يتجوز بالضيعة، هيدا جيب له طشط، هيدا جيب طنجرة، هيدا جيب الحيف، هيدا يعمل عونة حتى نقدر نعمل السطح. اليوم عم نتخانق عونية وكتائبية وقومية، ولا رجل قواب ولا مرأة عونية، ما بقى في عونة، صارت كلها ما ظاهر. ما بقى في زواج، في يا ريتو نكاح. بالانجليزي بيقول مثل حلو كتير، work eat pay taxes fuck and sleep.
هيدا الشعار وهيدا العلم الإنسان حول العالم. كله نا 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 ونا نا 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 وادفعوا ضريبة ونا نا وناموا. عطسة. It's only a sneeze. بينما حقيقة الزواج كيف الإنسان من أول مقام من النفس الأمارة بالسوء إلى النفس الراضية المرضية إلى سدرة المنتهى بين رجل وامرأة. العلاقة الزوجية والعلاقة الجنسية تبتدئ بالجنس وتنتهي بالنفس، وبعدين من النفس إلى الذات إلى الروح إلى سدرة المنتهى إلى أعلى درجات الجنة. هيدا الرجل والمرأة. بس اليوم الرجل والمرأة اللي قاعدين ومزوجين شو بيحكوا عن الأولاد؟ وبعدين يقبروني الأحفاد، وبعدين يقبروني شو أكلوا، ومنين بدنا نتدين تطعميهم؟ لازم نجيب له سيلولر لهالصبي، كلهم عندهم سيلولر إلا هو، وبالسيلولر بده سوليدير، والسوليدير تحت بده سوليتير، والسوليتير والسيلولير والسيلولير، والله يخليكم شوفي بالآخرة. ما بقى فيها الآخرة، لأنه ما بقى في أولى. الزواج ابتدى بالطلاق وبينتهي بالعذاب وبالموت، يا هي بتموت قبله يا هي بموت بعدها. كانوا قديما يحرقوها المرأة مع زوجها بس يموت، كان يمكن أريح أنه بترتاح منه وبترتاح من نفسها. بس اليوم لازم يرجع الزواج ومن كل شيء، ذكر وأنثى. والجسد شيء، زواج بالجسد. في واحدة بنت صغيرة حلوة كتير راحت على المدرسة، وإما شافت أنه صار في رعد وبرق، لحقتها بالسيارة، لحقتها بالسيارة حتى تطلعها بالسيارة وتوصلها على المدرسة. طلعي لقيت بنت عم تعمل حركات، عم تعمل بوزات. فكرت انه هلا هيك بدها تبلش تشد شباب، هلا بنت 7-8 سنين 10 سنين في منهم عم بيعملوا هاي. بس قالت لها طلعي بالسيارة، قالت تضرب بوزات. قالت لها ليه عم تعملي هيك؟ ما شايف الدنيا عم تبرق وبترعود؟ ما شايف البرق؟ قالت لها شو يعني فلاش؟ انا الله عم بيصورني، الله بيصورنا بالأرحام، الله بيصورنا بالمؤمن بعيونه، وفيك تشوفي مين بدك، بتلتقي بالشخص اللي بدك إياه، يلي هيدا شخص من برا بس من جوا روح. قال في رجال بده يتجوز، وصار يفتش وبرم كل الضيعة وكل لبنان، وبعدين إجا لعند صاحبه قال له لقيتا، قال له ليه ما تجوزت؟ قال له هي كمان عم بتفتش على الرجل المثالي. هو لقى المرأة المثالية بس بدك هي ترضى فيه. فإذا هي وهو اثنين كن عم بتفتشوا حتى تلتقوا. قديما كان يختار الأوراكلز مين الرجل والمرأة بعلم، وكانت ناجحة، مش بعلم الأبراج، برج السطل والدلو والحمار. انتبهوا، في أبراج يلي هي أسرار الأكوان، فيكن تعرفوها بتقروا كتاب 9 ستار كي، وأنت صاحب هالبرج وفيك انطوى العالم الأكبر. Thank you.